ولا أخفيكم أني خلال حديثي مع بعض الإخوة أنا كنت ممن يطالب بعقد هذه الندوة، لأن الوضع في اعتقادي أصبح لا يحتمل على مستوى الخطاب الرسمي، سواء صدر عن المؤسسات المعنية بالوضع السجني أو فيما يتعلق بالمؤسسات المعنية بالوضع الحقوقي عموما في المغرب. الانطباع السائد هو أن الوضع جيد وأن حقوق الإنسان في هذا الفضاء اللي هو الفضاء السجني محترمة، ونحن الآن بصدد تأهيل وإعادة إدماج السجناء، وهناك أكثر من مؤسسات تهتم بالموضوع، هناك شراكات مع المجتمع المدني. إذن فالأمور بخير والأمور جيدة، ولا داعي للحديث عن أي شيء يعكر صفو هذا الجو السليم. الواقع شيء آخر، الواقع أنا أعيشه بشكل شبه يومي وبشكل مباشر، والاستنتاج سوف أبدأ بالاستنتاج بعد ذلك سأعلم. الاستنتاج لمن يعيش العلاقة المباشرة خاصة هو الوضع لا يقتصر عن المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ولكن الحالات التي سنتحدث عنها هي المعنية أكثر بالانتهاكات، بعدم احترام الحقوق، عدم احترام القوانين بصفة عامة. الوضع السجني في المغرب كان دائما يحرج الدولة المغربية، حتى أن الملك الرحيل وصفه بأنه في سنة 90 خلال الحديث عن تأسيس للمجلس الاستشاري آنذاك لحقوق الإنسان بأنها بؤرة سوداء، وبأن يجب أن نخرج من هذا الحرج الذي تشكله لنا السجون. أول مهمة كانت عند المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، من بعد ولا المجلس الوطني، كانت هي تشخيص الوضع في السجون ومحاولة طرح الحلول للخروج منها. وبالفعل الفريق الأول الذي اشتغل على في مجال حقوق الإنسان على مستوى هذه المؤسسة المجلس الاستشاري اشتغل على السجون، وكان له تقرير مهم جدا صدر في 2003 وكان جد مفصل، ولكن قبله كانت توصيات وكانت تقارير جزئية، وهي التي جاءت بتعديل قانون السجون وجاء القانون الجديد ديال 98. هذا السياق. كان هناك تحدي كبير، ما يقع في السجن من اعتداء على كرامة الإنسان واعتداء على حرية الإنسان كان الكل يعلم به بطرق مختلفة. من بعد أصبحنا أمام وضع جديد اللي هو من بعد 2011، يمكننا نتكلموا على ما بعد 2011، لأن حتى من بعد صدور التوصيات ديال هيئة الإنسان في المصالحات المغرب لم يقطع مع الانتهاكات، وقاد مجموعة ديال المظاهر الجد السلبية تسيء إلى الوضع الحقوقي في البلد. نتحدث عن بعد 2011 عرفنا طفرة مهمة بحكم الأوضاع التي فرضت نفسها على مستوى الشارع، وبدأنا نسمع بتفاعل مجموعة من الهيئات أو يعني الجهات الرسمية فيما يتعلق باستيعاب الوضع السجن. نقول بأن ضرورة الندوة وأهميتها هي أننا إلى الآن إلى 2019 ولا زالت أنا شخصيا تصلني شكايات
وتصريحات مباشرة مع المعتقلين داخل السجون خاصة في إطار قانون مكافحة الإرهاب بالتعذيب داخل السجن. أنا بالنسبة لي أي إيذاء جسدي يعني في 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 الأيام السابقة اتصلت بي إحدى الصحفيات تتساءل عن تعذيب كانت تنجز ملفا حول التعذيب النفسي، فقلت لها بأن لا زلنا أمام التعذيب الجسدي، حنا واقع عندنا مشكل مع التعذيب الجسدي في هذا البلد، وأنا أتحمل مسؤولية معقول. هناك مجموعة من السجون اللي يصطلح عليها في التداول بأنها سجون عقابية، يعني حتى على مستوى يمكن تطلع المندوبية العامة وتقول في بلاغ للجواب أنا ما عنديش سجون عقابية، الواقع يؤكد بأن كاين سجون عقابية. السجن ديال العرجات سجن عقابي، السجن ديال تيفلت سجن عقابي، السجن ديال تولان سجن عقابي. آخر شكاية وصلتني يعني هذه واحد اليومين بمعتقل رحل من سجن طنجة إلى سجن تيفلت عقابيا، وفي سجن تيفلت تعرض للضرب. وهنا يجب أن أشير إلى مسألة مهمة، بعض المرات الضرب يمارسه موظف السجن، أكثر من ذلك بعض المرات كيمارسه مدير السجن، مدير السجن عرجات واحد مارس الضرب بيده على المعتقل. ولينا كنخافوا نقولوا اسمع ديال المعتقلين لان كيتكرفصوا. هذا المعتقل هذا انا درت شكايه للمندوب العام وقلت له بان مستعد ان امدك باسماء الشهود اللي كانوا حاضرين خلال عمليه الضرب والتنكيل والركل والرفس اللي تعرض لها محمد الدكاكله. واي حاجه توقع لمحمد الدكاكله من بعد يجب ان تعلموا بانه نتيجه هذا الكلام هذا، لان محمد الدكاكله درنا شكايه للمندوب العام، وخلال زيارتي الاسبوع الفارض زرته وزرت مجموعه ديال الاخوان اللي كانوا حاضرين على العمليه ديال الضرب ديالو، انا تكرفص عليه يعني. وهذا الشيء ماشي خلال النهار الاول اللي دخل فيها السجن ديال العرجات، اليوم الاول استقبال كان هكذا. ومع الاسف نفتح هنا واحد القوس، كاين مجموعه ديال المسؤولين كيعتقدوا بانهم بالعنف غادي يصحوا المسار ديال عباد الله. راه كل انسان عنده افكار منحرفه، عنده افكار متطرفه، راه ما غتصحالوش بالعنف. لان الناس دارت دراسات ودارت قبل منا في مؤسسات على 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 ظواهر اشد خطوره من ظاهره الارهاب في اعتقادي انا. لارهاب متقدم من الارهاب اللي كنتكلموا عليه حنايا في المغرب. ووصلوا للنهايه، وصلوا لواحد الخلاصه انه يجب التعامل مع المعتقلين في اطار التقويم، اطار التاهيل. علاش؟ لانه هو الى دار شي حاجه راه تحكم عليه، راه كيدوز العقوبه ديالو، ما يمكنش نزيدوا عقوبه اخرى. الى غنجيب انا واحد الانسان وغنتابعه وغنحكمه وغنصدر عليه حكم، ما كنتكلموش على ضمانات المحاكمه العادله. هذا شيء اخر. حنا سلمنا قلنا هذا السيد درتي له اللي بغيتي ودرتي له المحضر ودرتي له كل شيء، ما كاين باس، حكمتي عليه. فمشينا معك في المنطقه، خصو يتعاقب، شحال بغيتي تعاقبه؟ 3 سنين، 4 سنين. اذا شنو هي العقوبه اللي مكتوبه في الحكم؟ هي يدخل للسجن. ماشي يدخل للسجن ويتخلى ضربه، ماشي يدخل للسجن ويتصرفق ويتسبلوا باه وامه وتريكته، ماشي هذا هو الوضع. هذه عقوبة زايدة، هذه عقوبة من غير في مخ هذاك المسؤول ولا هذاك الموظف. وبعض المرات ماشي الموظف كيمارسها مباشرة، كيسلطوا عليه سجين آخر، خاصة اللي عندهم علاقة اللي كيكونوا في فضاء واحد مع السجناء ديال الحق العام. كيجي سجين آخر هو اللي كيدير ذاك العمل كما كان نصطلحوا عليه الدنيا، هو اللي كيدير البلطجة، ما كيديرهاش الموظف. فاذا هذه الحاله ديال الشخص الذي رحل من طنجه عقابيا رحل الى سجن تيفلت، هذا شخص تحكم في 2004 ومحكوم ب 18 سنه، دوز منها 14 سنه غادي في 15. خلال هذه المده ديال السجن حصل على 3 الاجازات،
عنده كيدير جوج ديال الدبلوم دراسات العليا ديال الماستر، واحد في القانون وفي مجال حقوق الانسان، واحد في الشريعه. فهذا الانسان هذا ما، وحتى على المستوى السن وعلى المستوى البنيه الجسديه انسان ضعيف وانسان مريض.